أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تحدث فيها عن إمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا أثارت غضباً شعبياً واسعاً وخلفت استياءاً كبيراً ما وصف بتمادي أنقرة في التدخل بالشؤون الليبية ووسط دعوات للتظاهر ضد ما أسموه بالغزو التركي للبلاد وعبث أنقرة بسيادتها. وكان أردوغان قد أكد استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس، مشددا على أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة دعم موسكو لقوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. ورغم الانتقادات الأوروبية والعربية للاتفاق، قال أردوغان إن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا، مضيفا أن تركيا وليبيا يمكن أن تقوما بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط.